بكم برنامجنا هذا سميرة سكتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم راح أسوي لكم دجاج مشوي متبل مع الصوص الحار والليمون. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, sjola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. أول شيء راح نبدأ بتحضير الصوص اللي راح نتبل الدجاج به. هنا أنا عندي لبن عادي مال البيت كوب واحد، مقادير كلها موجودة بصندوق الوصف. وهنا أنا راح نخلي الفلفل، معجون الفلفل الحار، طبعا أنتوا تعتمد الحرارة قد يعجبكم يكون حار، بس هذا حارية. راح نخلي البابريكا، ملح، زعتر مجفف، راح نخلي الثوم، صلصة كلش طيبة مميزة راح تنطي نكهة كلش طيبة للدجاج. وراح نعصر ليمون اثنين، راح نخلط هاي المواد كلها سوا حتى نحصل على الصوص. الخلطة هذه كلها راح نخليها في كيس نايلون يكون ثخين شوية طبعا. ولهذا راح نضيف الليمون اللي طلعنا العصير من عنده، راح يروح هنا، هذا راح ينطي نكهة من القشر مالته همينه. والدجاج راح نخلي كل نستعمل أفقاد الدجاج، بتقدرون تستعملون أي جزء آخر من الدجاج، إذا يعجبكم صدر الدجاج، إذا يعجبكم أي قسم آخر. وهسه راح نحاول بأنه كل هذه القطع نتأكد أنه تكون متبلة بهذا الصوص. راح نسده هذا وراح نترك الدجاج هذا بالثلاجة لمدة 6 إلى 8 ساعات، حتى تقدرون تخلوه لمدة يوم أو يومين، كل ما يبقى بالثلاجة كل ما يكون أطيب، بس مو أكثر من يومين، وبعدين حاضريها حتى نشويه على الشواية. الشواية حارة إياها كلش، فراح نصف الدجاج نطبخه لمدة 10 إلى 15 دقيقة من هاي الجهة، وبعدين نقلبه ونطبخه على الجهة الثانية إلى أن ينضج. راح نشيك على الدجاج نشوف إذا انطبخ من الجهة الأولى حتى نقلبه. Looks really good. آخر 5 دقائق قبل ما ينطبخ الدجاج عندنا هنا ليمون راح نشويه. طبعا شوي الليمون ينطي نكهة كلش طيبة، والبصل الأحمر. نستمر بالشوي. شوفون
البصل شلون ينطبخ، ينطي نكهة أطيب من نقدمه، والحامض همينة. Beautiful. الدجاج انطبخ، ريحته إلى درجة طيبة. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرز كيتشن. برنامجنا اليوم سوينا دجاج مشوي متبل مع ليمون وصوص حار كلش، وقدمنا طبعا فوق الرز، وقدمنا وياه الليمون اللي شويناه همينا والبصل الأحمر. وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. Subscribe to my YouTube channel and share my videos and like my videos and follow me on Instagram and Facebook. وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب.